ايضا ايها الاخوه والاخوات، هنالك وسائل لكظم الغير. اولا العقيده، عقيدتي انا انه الله تبارك وتعالى ينهاني عن الغضب، ليس شديد السرعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب، فعلي ان استحضر دائما لا تغضب لا تغضب، ايها الغضوب تمرن على لا تغضب لا تغضب، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تغضب. العلماء يقولون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل لا تغضب؟ لماذا؟ قالوا لأنه كان غضوبا، فأنت تعرف نفسك أنك غضوب، فدائما خليها حلقة في ذنيك، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وستستطيع إن شاء الله. وادعو. الأمر الثاني أن يخوف نفسه من مقت الله، أن إذا أنا فعلت شيء مع هذا الذي غضبت منه فلأعلم قدرة الله عليه. واحد من الناس في زمن صحابة اسمه أبو مسعود، أبو مسعود، يخلط بعض الناس يقول القصة ابن مسعود، ليس ابن مسعود، أبو مسعود. أبو مسعود هذا كان عنده عبد، وكان أبو مسعود رافع يده ولديه صوت يضرب من؟ يضرب عبده. يقول أبو مسعود كنت غاضبا فسمعت صوت من ورائي يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، يقول فما ميزت الصوت من شدة الغضب، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام، أقدر عليك منك على هذا الغلام، الله يقدر عليك أكثر من قدرتك أنت على هذا الغلام، قال قدر العبد الصغير. قال فسقط الصوت من يدي، خف. لاحظ معي، عليك إذن أن تتذكر أنا غاضب، ولأنني غاضب بضرب ولدي 10 ضربة 20 ضربة 50 ضربة، أنا معصب بضرب هذه الحرمة وعندي زوجتي بصفعها تصفيع بكسرها بأدبها، ما يجوز لك هذا، ولا يجوز لك أن تضرب ولدك بهذه الصورة. تعلم عندي عقيدة أنا أن إذا فعلت هذا أن الله يعاقبني. بعدين واحد لما يجي ويمد يده على ولده ويمرض هو يقول مو جاني، ترى هذا الولد ولدك هذا هذا عبد الله عز وجل، لا يجوز لك أن تضربه إلا بوجه حق بمقدار معين. أنا باغي أضرب الولد، أنا أدبه، قررني أضربه 3 ضربات وضربت 3 ضربات، أنا أقول ما يسده ما يسده فزيده بعدني، على أي اعتبار زيده؟ تحرم معي. إذا تتذكر قدرة الله عز وجل. أيضا أن يتذكر عواقب الغضب، ذكرناها، قلنا أن الغضب يؤدي إلى أمراض البدن، الضغط والسكري، أمراض القلب والقرحة والقولون العصبي و عليك أن تتدرب، هذا يوقف عنك الغضب. أيضا هنالك وسائل داخلية، هذا من الداخل،